لكن دلوقتي وهي العربيتين دول بتوع السفاره بتوع السفاره الامريكيه هتلاقي عليهم هيئه اساسيه نمر هيئه اساسيه من زمان دول من ايام الثوره اما دول انا سمعت شريط وشفت الفيلم من بدايته هتشوف ايوه هي على الفيسبوك انت لو شفتها هتلاقيها لانها كانت موجوده وهي ماشيه رايحه جايه داخله بتجرش فيه لا كانت لما كانوا هو فاتحين الطريق هنا كانوا بيجرشوا كان بيجرشوا وزاره الداخليه